الآن الكرام، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من ميسات. أهلا بكم، والبداية مع العناوين. وزارة الصحة تعلن ارتفاع ضحايا كورونا بمصر إلى 307 متوفين و 4319 مصابا. الصين تعلن عدم وقوع وفيات جديدة بكورونا وتسجيل 11 إصابة بينها 5 حالات وافدة. وهجوم بقذائف هاون على قرية في كركوك العراقية. وإليكم التفاصيل. تابع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية، وأكد الجزار أن البرنامج الذي يتم تنفيذ مرحلته الأولى بالتعاون مع البنك الدولي، بينما يتم تنفيذ المرحلة الثانية بالتعاون مع البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. هذا ويهدف البرنامج لتوصيل خدمات الصرف الصحي للمناطق الريفية وتحسين الأحوال البيئية والمعيشية فيها. وأشار نائب الوزير لشؤون البنية الأساسية إلى أن المرحلة الأولى تهدف إلى تحسين خدمات نحو 830 ألف نسمة بقرى في محافظات الدقهلية والشرقية والبحيرة. أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تخصيص 25% من جملة الاستثمارات الحكومية للصعيد بالعام المالي الجديد، وأوضحت الوزارة أن محافظات الصعيد تحظى باستثمارات حكومية قدرها 47 مليار جنيه، وتتضمن خطة التنمية المستدامة للسنة المالية 2020-2021 بتوجيه 19 مليار و200 مليون جنيه للمحافظات الحدودية، بالإضافة إلى مبادرة مراكب النجاة والتي تغطي 40 قرية في إطار مواجهة الهجرة غير الشرعية. نفت وزارة العدل صحة ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية بشأن موافقة وزير العدل المستشار عمر مروان على عمل مكاتب التوثيق على إصدار التوكيلات للمحامين بكافة أنواعها. وأكدت الوزارة في بيان لها أن قرار المستشار عمر مروان السابق صدوره في هذا الشأن حدد 6 خدمات فقط يعمل الشهر العقاري على تقديمها للجمهور، والتي تشمل إثبات التاريخ للمحررات والتصديق على الدفاتر التجارية ومحاضر إيداع وفتح وصية، وأيضا التوكيل الخاص كصرف المعاش بالإضافة إلى الإقرارات. أعلنت وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع ضحايا كورونا في مصر إلى 307 متوفين وتسجيل 4319 مصابا بفيروس كورونا حتى الآن، بعد تسجيل 13 حالة وفاة أمس و227 إصابة جديدة. بسم الله الرحمن الرحيم. البيان اليومي المحدث للوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في مصر عن اليوم السبت الموافق 25 ابريل 2020، بلغ عدد اصابات اليوم 227 اصابه، يصبح اجمالي عدد الاصابات في مصر 4319 اصابه، بينما بلغ عدد وفيات اليوم 13 حاله وفاه. بلغ عدد الحالات التي تم شفائها 39 حاله، وبذلك يصبح عدد المتعافين الذين خرجوا من مستشفيات العزل 1114 حاله من اصل 1450 حالة تحولت نتائج تحليلهم من إيجابية إلى سلبية. وفي إطار تقييم الجهود المبذولة من كافة الفرق الطبية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، أتوجه بخالص الشكر والتقدير لكافة العاملين بمستشفيات الحميات، أحد حوائط الصد للأمراض المعدية التي تعرضت لها البلاد خلال عقود طويلة مضت، لمجهوداتهم الكبيرة للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد في مصر
ودورهم الفعال في الاكتشاف المبكر للحالات الإيجابية، حيث استقبلت مستشفيات الحميات أكثر من 900,000 مواطن من الحالات المرضية، سواء من المترددين لتلقي الخدمة الطبية أو المشتبه بإصابتهم فيروس كورونا المستجد، ومتوسط تردد يومي أكثر من 15,000 مواطن، وذلك منذ ظهور الفيروس في مصر حتى الآن. وتقوم مستشفيات الحميات والبالغ عددها 47 مستشفى بجميع محافظات الجمهورية بفرز الحالات المرضية ومطابقة تعريف الحالة وأخذ المساحات وتقديم الرعاية الطبية وفقا للبروتوكول العلاجي المحدث، وذلك بطاقة استيعابية بلغت 4258 سرير، منها 227 سرير رعاية مركزة، حيث جاري الآن إعدادها لتصبح مستشفيات عزل بشكل تدريجي تقدم كافة الخدمات الطبية، بداية من إجراء الفحوصات اللازمة وتشخيص الحالة وحتى العزل وتقديم العلاج ومتابعة الحالات بعد الشفاء والخروج، بالإضافة إلى توفير خدمات البحث العلمي. وحرصا منا على رفع الكفاءة المهنية للعاملين بتلك المستشفيات، فقد تم تنظيم أكثر من 50 دورة تدريبية على معايير مكافحة العدوى وبروتوكولات التعامل مع الحالات المشتبه بإصابتها والمصابة بفيروس كورونا المستجد. كما أتقدم بجزيل الشكر للعاملين بالإدارة العامة للحجر الصحي بالمطارات والموانئ البرية والبحرية والجوية لجهودهم في مناظرة وفحص حوالي 500,000 من القادمين من الخارج، وذلك في الفترة من منتصف يناير الماضي وحتى تعليق الرحلات. كما استقبلت وزارة الصحة والسكان 3229 مواطن مصري من العالقين بالخارج بعدد من دول العالم بعد قرار تعليق الرحلات، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وبما يتسق مع الإجراءات الصحية والاحترازية الخاصة بإحكام الدخول عبر منافذ البلاد، حيث قام 52 فريق طبي بفحص ومتابعة المواطنين القادمين وتقديم كافة الخدمات الطبية والوقائية لهم في أماكن إقامتهم بالحجر الصحي، وذلك حتى انتهاء فترة الحجر الصحي المقررة 14 يوم. وفي إطار الحرص على التواصل الدائم مع الأطقم الطبية، تم اليوم عقد اجتماعين عبر تقنية الفيديو كونفرنس، الأول مع الأطقم الطبية العاملة في مستشفيات العزل أبو خليفة العجمي 15 مايو العجوزة ومستشفى النجيلة، والثاني مع السادة وكلاء وزارة الصحة بمحافظات الجمهورية، وذلك للإطمئنان على توافر كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى وتوافر عدد كافي من القوى البشرية العاملة، بالإضافة إلى توافر مخزون كافي من المستلزمات الطبية والوقائية ومتابعة الحالة الصحية للحالات المتواجدة بنزل الشباب والفنادق والمدن الجامعية من الحالات البسيطة إكلينيكيا والحالات التي استجابت لبروتوكولات العلاج، حيث تتم متابعتهم لحين تحول نتائج التحاليل إلى سلبية وتمام الشفاء. هذا وأهيب بكافة المواطنين وأصحاب الأمراض المزمنة خاصة من كبار السن والسيدات الحوامل ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وتقليل المخالطة والالتزام بالإجراءات الوقائية، بالإضافة إلى الإكثار من شرب السوائل في المدة ما بين الإفطار والسحور، والحرص على اتباع نظام غذائي صحي مما يقوي الجهاز المناعي. وفي حال الشعور بأي أعراض يجب الاتصال فورا بالخطين الساخن 105 و15335 أو التواصل من خلال الواتساب أو تطبيق الموبايل الخاص بالوزارة أو التوجه لأقرب مستشفى حميات أو صدرية لتلقي الخدمة الطبية. وفي ذكرى تحرير سيناء العظيم، فإنني أنتهت هذه المناسبة لأتقدم بخالص التهنئة للقوات المسلحة المصرية وللقائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية وللشعب المصري العظيم، متمنية من الله عز وجل أن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان والصحة. العزل الذاتي مسؤوليتك لحماية نفسك وأسرتك ووطنك. أشكرك. استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بداية جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات كافة، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي على تراجع، وارتفع مؤشرو البورصة الرئيسية نسبة 1.28%، وصعد مؤشرو الأسهم الصغيرة والمتوسطة نسبة 2.33%،
وشملت الارتفاع أيضا المؤشر المئوي الأوسع نطاقا بنسبة 0.96%. أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم عدم تسجيل أي وفيات بسبب فيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية، فيما تلقت تقارير عن 11 حالة إصابة جديدة بينها 5 حالات وافدة من الخارج. وذكرت اللجنة في تقريرها اليومي أن حالات الإصابة المحلية جاءت بواقع 5 في مقاطعة هيلانغ جيانغ وحالة واحدة في مقاطعة كوانغدونغ، فيما أضافت أن 48 مريضا خرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم يوم أمس، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 77,394 شخصا. أعلنت رئيسة مراكز مكافحة الأمراض في كوريا الجنوبية جونغ أونغ يونغ أن كورونا عاود إصابة 263 شخصا بعد تمثلهم للشفاء التام. وأوضحت رئيسة مراكز مكافحة الأمراض أن نتائج الاختبارات المعملية لهؤلاء الأشخاص ظهرت إيجابية مرة أخرى، مشيرة أنه ربما كان هناك إعادة تنشيط للفيروس بين الناس وليس إعادة العدوى، لأن الاختبارات كانت إيجابية بعد فترة وجيزة من إطلاق سراحهم من مرافق العزل. أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى 824 حالة، وتجاوز عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس 26,000 حالة. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المؤكدة بلغ 26,496 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 5,804 حالات. أعلن سفير روسيا لدى فنزويلا أنه يتوقع تسليم 40 طنا من الأدوية إلى فنزويلا في 9 مايو المقبل. وأوضح السفير الروسي في تصريح له بأنه يتوقع قريبا وصول دفعة كبيرة من الأدوية ربما تزن أكثر من 40 طنا وتحتوي على أدوية حيوية لمجموعة واسعة من الفنزويليين المحتاجين بموجب الالتزامات التعاقدية القائمة للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن قائمة الأدوية قريبا. أعلنت هيئة الطيران المدني في باكستان تمديد تعليق الطيران الدولي حتى 15 مايو المقبل. هذا وذكرت مصادر إعلامية باكستانية بأن قرار التمديد يأتي في ظل ارتفاع عدد الإصابات والوفيات المؤكدة بالفيروس في البلاد. وأوضحت سلطات الطيران الباكستانية أن طائرات الشحن والإغاثة التي تحمل موافقة خاصة ستواصل عملياتها بموجب الأذونات الممنوحة لها. تعرضت إحدى القرى غربي كركوك العراقية إلى هجوم بقذائف الهاون من قبل عناصر داعش. وصرح مصدر أمني وفقا لمصادر إعلامية عراقية أن 3 قذائف هاون سقطت في قرية خلف الأسود التابعة غربي كركوك، ما أدى لإصابة مدني. أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن هجوم استهدف نقطة تفتيش أمنية في إقليم لوغار الكائن شرقي أفغانستان. وقد أسفر الهجوم عن مصرع 7 على الأقل من قوات الأمن الأفغانية وأسر 4 آخرين، فيما لم يصدر بعد تعليق من مسؤولي الأمن المحليين على الهجوم. والجدير بالذكر أن حركة طالبان كانت قد رفضت طلب الرئيس الأفغاني أشرف غني بوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان، واصفين الأمر بأنه غير منطقي. نهاية جولتنا الإخبارية، وإليكم تذكرة بأهم ما جاء فيها من أنباء.
وزارة الصحة تعلن ارتفاع ضحايا كورونا بمصر إلى 307 متوفين و 4319 مصابا. الصين تعلن عدم وقوع وفيات جديدة بكورونا وتسجيل 11 إصابة بينها 5 حالات وافدة. وهجوم بقذائف هاون على قرية في كركوك العراقية. نهاية النشرة، نشكركم مشاهدينا الكرام على المتابعة، وإلى اللقاء في نشرة جديدة.